بيبدأ الفيلم ببنت اسمها تيسا، وبنشوفها وهي بتلم حاجتها وبتكون بتستعد علشان تسافر للجامعة، وبيقرر حبيبها نوى ووالدتها انهم يروحوا يوصلوها للجامعة. وبعد شوية بيوصلوا لهناك وبيدخلوا الأوضة تيسا الجديدة، وبيقابلوا هناك بنتين اسمهم ستيف وتريستين، وبيروحوا يسلموا على تيسا. فبتقلق والدة تيسا من تصرفات ستيف لأن هي بتشرب قدامها ممنوعات ومش عاملة لها أي اعتبار، وعشان كده بتقرر ان هي تنقل بنتها لأوضة تانية. ولكن تيسا بتروح ورا امها وبتمنعها وبتقول لها ان هي ما بقتش صغيره ولازم تاخد قراراتها بنفسها، وبتطلب منها تثق فيها اكتر من كده. فوالدتها بتقتنع بكلامها، وبعدها بتروح تيسا تودع والدتها وحبيبها نوى، وبترجع تاني لاوضتها. وهناك ستيف بتعرض عليها تشرب معاها ممنوعات، ولكن تيسا بترفض بادب. وبعدها بتسالها ستيف عن الشاب اللي كان معاها، فتيسا بتقول لها ان ده حبيبها نوى لكنه لسه في الثانويه العامه. وتاني يوم بتجهز تيسا نفسها وبتستعد لاول محاضرة اقتصاد، وبتوصل لقاعة المحاضرات هي وشاب اسمه لندن، لكنهم بيكتشفوا انهم وصلوا بدري والبروفيسور بتاع المادة لسه ما وصلش. وبعد شوية المحاضرة بتبدأ وبيقعدوا هما الاتنين جنب بعض. وبعد ما اليوم الدراسي بيخلص بتروح تيسا تستحمى، وبعد ما بتخلص بتلاقي هدومها اتبلت فبتلبس الفوطة وبتروح اوضتها علشان تجيب هدوم تانية، لكنها بتنصدم من شاب اسمه هاردن قاعد على السرير وبيكون بيقرا في كتابها. فبتسأله هو مين وجاي يعمل ايه، فبيقول لها ان هو صاحب ستيف، فبتطلب منه يخرج لحد ما تغير هدومها، فبيرفض وبيقول لها ان هو مش هيبص لها اساسا. وبعدها على طول بتوصل ستيف وبتعرفها على هاردن، وبتعرض عليها ان هي تيجي معاهم لحفله، ولكن تيسا بترفض لان هي وعدت امها وحبيبها ان هي هتركز في الدراسه وبس. فبعدها بيقوم هاردن وبيديها الكتاب بتاعها وبيقول لها ان هو قرا الكتاب ده قبل كده، وبيحرق لها الاحداث بتاعته. وتاني يوم بتروح تيسا تقعد في كافيه لوحدها علشان تذاكر، وهناك بتشوف هاردن مع الشله بتاعته وبتفضل تبص له كتير، وبيكون واضح ان هي اعجبت بيه. وبعدها بتروح تكمل مذاكره في المكتبه، وبتلاقي ستيف جاي عليها وبتقول لها ان في حفله النهارده في بيت واحد صاحبهم، وبتصمم المره دي ان هي تيجي معاها، فبتضطر تيسا ان هي توافق. وبالليل بتستعد هي وستيف للحفله، ولما بيوصلوا لهناك بتروح ستيف تعرفها على اصحابها، واللي بيكون من ضمنهم طبعا هاردن. وبنشوف بنت من الشله اسمها مولي بتتريق على فستان تيسا لان هو محتشم زياده عن اللزوم، وكمان بيجبروا تيسا ان هي تشرب معاهم. وبتقرر مولي ان هي تلعب لعبة الصراحة والتحدي معاهم، وبتبدأ مع تيسا وبتسألها لو هي عملت علاقة قبل كده، فوقتها تيسا بتتحرك جدا وبترفض تجاوب، وبتقرر ان هي تختار التحدي، فبيتحدوها ان هي تبوس هاردن، فبيروح هاردن يقرب منها ولكن تيسا بتصده، وبتتضايق جدا من تصرفاتهم وبتسيب اللعبة وبتخرج. وبعدها بتكلم حبيبها نوى علشان تطمن عليه، فبيسمع صوت دوشة جنبها وبيسألها هي فين، فبتقول له ان هي في حفله مع ستيف، وبتقول له كمان ان هي شربت. وفي الوقت ده نوى بيتضايق لان هو مش متعود عليها بالشخصيه دي، فبتنهي معاه تيسا المكالمه وهي متضايقه هي كمان. وبترجع تاني للحفله وبتلاقي اوضه فاضيه، فبتدخل تقعد فيها وبتلاقي في الاوضه دي كتب كتير. وبعدها على طول هاردن بيدخل عليها وبيسالها هي بتعمل ايه في اوضته، فبتنصدم هنا تيسا لان هي ما كانتش تعرف ان الحفله دي في بيته. وبعدها بيبدا هاردن يقول لها اقتباسات من الكتاب اللي هي ماسكاه في ايديها، وبيقرب منها بشكل غريب، فبتتوتر تيسا جدا وبتسيبه وبتمشي. وبعد شوية بيبعت لها نوى رسالة وبيعتذر لها على اسلوبه معاها، لكنه بيعرفها ان هو عمل كده علشان خايف عليها، فبتبص تيسا على الرسائل لكنها بتقرر ما تردش. وتاني يوم بتدخل تيسا لمحاضرة الادب الانجليزي، وبتبدأ البروفيسورة تتناقش مع الطلاب على رواية رومانسية معينة، وبتطلب من كل واحد فيهم يقول رأيه فيها، فبيقول لها هاردن ان الرواية دي خيالية جدا ومش بتعبر عن الواقع اللي احنا عايشينه. فبتقطعه تيسا وبتقول له ان هو غلطان لان الرواية دي بتطالب بحقوق المرأة، وبيفضلوا هما الاتنين يتجادلوا سوا طول المحاضرة. وبعد ما بيخلصوا بيروح هاردن يتكلم مع تيسا وبيحاول يفتح معاها اي كلام، لكنها بتصد وبتعرفه ان هي مرتبطة واستحالة تخون حبيبها، ولكن بيقدر هاردن ان هو يحرجها بالكلام، وبيقول لها ان هي فهمته غلط لانه كان جاي يتناقش معاها في الرواية مش اكتر، وبيسيبها وبيمشي. فبعدها بيروح لندن يهديها لان شكلها بيكون متعصب، وبيقول لها ان هاردن بيتعامل بالاسلوب ده معاك
كل الناس، فبتسأله هو عارف ازاي، فبيقولها ان امه مرتبطة بالمستشار سكوت والد هاردن، وعلشان كده لندن وهاردن يعتبروا قرايب وعايشين مع بعض في نفس البيت. وبالليل بتروح تسا مع ستيف علشان تعمل وشم جديد، فستيف بتقترح عليها ان هي كمان تعمل وشم، فتسا بتقولها ان والدتها هتزعل جامد لو عملت كده، وده لان والدتها متحكمة في كل حاجة في حياتها لدرجة ان هي اختارت لها نوى علشان ترتبط بيه، ودايما بتحسسها ان هي صغيرة وغير مسؤولة. وتاني يوم بتوصل تسا للكافيه وبتشوف هاردن هناك لكنها بتتجاهله، فبيروح هاردن يعتذر لها على اخر موقف بينهم، وبيطلب منها تروح معاه لمكان مهم لكنها بترفض، وبتطلب منه ما يتعداش حدوده معاها، وبتلف علشان تمشي لكنها بتغير رأيها في اخر لحظة، وبتقرر ان هي تروح معاه للمكان بتاعه، وبتركب معاه في عربيته وبيوصلهم الاتنين عند بحيرة بعيدة في الغابة، وبيقولها هاردن ان ده مكانه المفضل، وبيعرض عليها تنزل تعوم معاه لكنها بترفض في الاول، ولكن هو بيفضل يضغط عليها لحد ما بتوافق وبتنزل معاه. فبيسألها هاردن هي ليه ارتبطت بنوى، فبتقوله لان هو شخص لطيف وبيحبها. وبعدها بيفضل هاردن يتأمل فيها وهي بتعوم، وبيقرب منها بشكل رومانسي، وبيقولها انهم مش هينفعوا يكونوا مجرد اصحاب. وبعد شوية بيخرجوا من المية وبيديها هاردن ظهره علشان تغير هدومها، فبتقرب تسا منه وبتمسك ايده، وبتكون تسا بدأت تحبه. وبيروحوا هما الاتنين ياكلوا في مطعم، وبتسأله تسا عن حياته في الماضي كان شكلها عامل ازاي، فبيقولها ان هو مش حابب يجاوب على السؤال ده، فبتسأله هو ليه عنده روايات رومانسية كتير رغم ان هو مش مؤمن بالحب، فبيطلب منها ما تصدقش اي حاجة بيقولها لها، وبيفضلوا يضحكوا هما الاتنين سوا. وفجأة بتيجي مولي هي وصاحبها زيد وبيقعدوا معاهم، وبيبان علامات التوتر على هاردن وبيحاول يمشي، ولكن مولي بتمنعه، فبيطلب هاردن من تسا ان هي تسبقه وهو هيحصلها، وبتفضل تسا منتظره لحد ما بيرجع. وبعد كام دقيقة بيوصل عندها وبتقول له ان هي ناوية تبلغ نوى باللي حصل بينهم النهاردة، فبيتعصب هاردن عليها وبيقول لها ان اللي حصل ده مجرد نزوة عابرة، وبيقول لها ان هو مش بتاع ارتباط. فطبعا تسا بتنصدم من وقاحته وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بنشوف تسا وهي بتحلم بهاردن وبتقوم من النوم مخضوضة. وتاني يوم بتلبس وبتستعد علشان تروح محاضرتها، لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي نوى جاي يزورها وجايب معاه ورد. وبالليل بيروحوا هما الاتنين لحفلة وسط الغابة، وبيكون هاردن موجود هناك، وبيبان عليه ان هو متضايق جدا، فبتقرر مولي انهم يلعبوا لعبة تمرير ورقة الكوتشينة، وقوانين اللعبة انهم يمرروا الورقة لبعض من بقهم، ولما بيجي الدور على تسا بترفض ان هي تاخد الورقة من شاب اسمه جيس، وفي الوقت ده بيحاول يتحرش بيها، ولكن في نفس اللحظة بيقوم هاردن من مكانه وبيضرب جيس. وبالليل بنشوف نوى نايم مع تسا، وفجأة بيجيلها اتصال من لندن، فبتروح تشوفه عاوز ايه. ولما بتوصل هناك بتلاقي كل حاجة في البيت متكسرة، فبتسأل لندن ايه اللي حصل، فبيقول لها ان هاردن هو اللي عمل كده وهو سكران وكان بيردد اسمها، فبيطلب منها تروح تتكلم معاه وتحاول تهديه لانه واضح ان هو عاوز يشوفها. فبتروح له تسا وبتلاقيه قاعد بيشرب كحول وشكله غضبان، فبيسألها ايه اللي جابها هنا، فبتقول له ان هي قلقت عليه وجت علشان تشوفه، فبيقول لها ان هو متضايق لان ابوه هيتجوز قريب، وامه بتكون صعبانة عليه لان هي عايشة لوحدها في لندن ومحدش بيسأل عليها خالص. فبتطلب منه تسا يوقف شرب، فبيمسك ازازة الخمرة وبيكسرها بكل غضب، فبتنزل تسا تلم الازاز وغصب عنها بتجرح ايديها، فبياخدها هاردن بسرعة علشان يطهر لها الجرح، وبيعتذر لها على الكلام اللي قاله اخر مرة، وبيقول لها ان هو عنده مشاكل كتير مش هيقدر يحكي لها عنها. وبيبدأ هاردن يقرب منها وبيعرفها ان هو معجب بيها جدا. وتاني يوم بتصحى تسا وبتلاقي نفسها في بيت هاردن، فبسرعة بتطلع تجري على الجامعة لان اكيد نوى منتظرها هناك. ولما بتوصل هناك بتلاقيه قدامها وبيسألها هي كانت فين امبارح، فبتتوتر تسا وبتقوله ان هي كانت مع واحدة صاحبتها. وفي نفس اللحظة دي هاردن بيوصل وراها، ونوى اول ما بيشوفه وبيفهم ان هي كانت بتخونه معاه، فبيسيبها وهو متعصب وبيروح يركب عربيته وبيمشي. وبترجع تسا لأوضتها وهي منهارة، وبتعرف ستيف ان هي انفصلت عن نوى، فبتاخدها ستيف في حضنها وبتحاول تهون عليها. وبتعدي الايام وبتدخل تسا في حالة اكتئاب شديد، وفي يوم بنشوفها قاعدة مع هاردن وبتحكي له ان نوى كان هو الشخص الوحيد اللي واقف جنبها من ساعة ما والدها تخلى عنهم زمان، وحاليا هي حاسة ان هي خسرت صديق عزيز عليها وندمانة جدا ان هي جرحته، لكنها بتعرف هاردن ان هي بتحبه اكتر من نوى وما عندهاش استعداد ان هي تخسره. ومن بعد الكلام ده بيقرروا هما الاتنين انهم يرتبطوا، وبتعدي ايام كتير وبنشوفهم بيقضوا اوقات جميلة سوا. وفي يوم بنشوف تسا وهاردن مع بعض في الاوضة، وفجأة بتدخل عليهم ام تسا وبتنصدم لما بتشوف بنتها سايبة محاضرتها وبتدخل
بتضيع وقتها معاه، فبتطلب منها تنفصل عنه فورا وترجع لنوا، ولكن تيسا بتتعصب عليها وبتطلب منها تبطل تتدخل في قراراتها لان هي ما بقتش صغيره ومن حقها تختار شريك حياتها. فبتنصدم امها فيها، وقبل ما تمشي بتعرفها ان هي هتقطع المصروف عنها، وبتقولها كمان ان هاردن هيكسر قلبها. وبعدها بتروح تيسا تحكي لصاحبها لندن على اللي حصل، وبيطلب منها ما تديش الامل لهاردن لانه خايف عليها، ولكن تيسا مش بتحط الكلام ده في دماغها. وبعدها بشويه بتروح تقابل هاردن وبياخدها لشقه جديده، وبيكون اشتراها ليهم هما الاثنين علشان يعيشوا فيها سوا. فبتفرح تيسا جدا بالمفاجاه دي، وبتقوله ان هي مبسوطه جدا ان هي تعرفت عليه. وبتعدي الايام وبنشوف ان هما بيقضوا اوقات جميله سوا، وفي يوم بيكونوا في متحف الاحياء البحريه، وبيقول لها هاردن ان هي نقيه وجميله جدا وحاسس ان هي تستحق شاب احسن منه. فتيسا بتقوله ان مفيش حاجه ممكن تغير مشاعرها ناحيته، وان هي مبسوطه ان هي معاه، وبتطلب منه ما يقولش الكلام ده تاني. وبعد فتره بنشوف تيسا وهاردن هما رايحين يحضروا فرح والد هاردن، وبنعرف ان تيسا هي اللي اقنعته يحضر الفرح لانه كان رافض الفكره. وهناك بتروح العروسه كارين والده لندن تسلم عليهم، وبتعرفهم ان هي سعيده جدا بحضورهم النهارده. وبعدها بيجي سكوت يتكلم مع ابنه، ولكن هاردن بيصدمه وبيتجنب ان هو يتعامل معاه. فكارين بتسال تيسا هي ليه ما تخصصتش في الادب الانجليزي، فبتقول لها ان هي كان نفسها جدا تتخصص في المجال ده ولكن صعب ان هي تلاقي شغل. فسكوت بيقول لها ان هو عنده صديق بيملك شركه نشر اسمها فانس، وممكن يعينها هناك بعد التخرج. وبعدها بتحس تيسا ان حبيبها متضايق، فبتاخده وبيروحوا يرقصوا سوا. وبعد كام دقيقه بيروح سكوت يكلم كل المعازيم، وبيكون واضح من كلامه ان هو راجل مثقف وعاقل جدا. فبيتعصب هاردن من تصرفات والده المزيفه، وبيقول لها ان ابوه بيتظاهر بشخصيه غير شخصيته الحقيقيه، وان هو مش قادر يسامحه على اللي حصل زمان. فبتساله تيسا ايه اللي حصل زمان، فبيقول لها هاردن ان ابوه طول عمره مدمن على الخمور. وبيحكي لها ان هو لما كان عمره 8 سنين ابوه عمل مشكله مع بلطجيه موجودين في الحانه، وبعدها البلطجيه دول اقتحموا بيته علشان ينتقموا منه، ولكن ابوه ما كانش موجود وقتها. فالبلطجيه دول قرروا انهم يتهجموا على امه ويغتصبوها. وطبعا تيسا بتنصدم من اللي بتسمعه، وبتحاول تهون عليه، وبتستوعب وقتها هو ليه بيكره ابوه بالشكل ده. وتاني يوم بنشوف مولي وهي بتراقب تيسا، وبتحس ان في علاقه بينها وبين هاردن، فبتروح تتكلم معاها وبتحاول توقعها في الكلام، ولكن تيسا بتفهم نيتها فبتتجنب الكلام معاها في الموضوع ده. وتاني يوم بتشوف تيسا رساله وصلت من مولي على موبايل هاردن، وبتفهم من محتوى الرساله ان هو مخبي عليها سر كبير. فبتروح تساله وهي متعصبه هو مخبي عليها ايه، فبيطلب منها تهدى وتثق فيه، وبيعرفها ان هو هيروح يقابل مولي وبيطلب منها ما تجيش وراه. وبتعدي ساعات كتير وهاردن ما بيوصلش البيت، فبتقلق تيسا عليه وبتكون مش عارفه تتصرف ازاي. وبعد شويه بيوصل لها رساله من جيس، وبيطلب منها تقابله علشان يعرفها مكان حبيبها. فبتروح تقابله وبيوصلها للحانه، وبيقول لها ان هي هتلاقي حبيبها هناك. ولما بتدخل بتلاقي مولي واصحابها قاعدين سوا، فبتروح تسالهم عن مكان هاردن، فبيسالوها هي مهتمه بيه ليه، فبترد تيسا عليهم بثقه وبتعرفهم ان هما مرتبطين. وفجاه هاردن بيجي يقعد معاهم، وبيكون باين عليه ان هو متوتر، فبتتعصب تيسا وبتساله تاني هو مخبي عليها ايه. فساعتها بتوريها مولي فيديو متصور لهاردن لما كانوا بيلعبوا صراحه وتحدي، وهاردن بيقول في الفيديو ان هو هيوقع تيسا في حبه وبعدها هيكسر قلبها لان هي رفضته وقت اللعبه. فطبعا تيسا بتنصدم من اللي بتشوفه، وبتكون مش مستوعبه ان هو كان بيتسلى بيها طول المده دي، وبتخرج وهي منهاره وبتعيط. فبيروح هاردن وراها وبيعرفها ان هو عمل كده فعلا، لكنه بعد ما اتعرف عليها حبها وتعلق بيها بجد. لكن تيسا بتقوله ان هي مش عاوزه تعرفه تاني وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتسافر تيسا لبيتها، وبتقابل امها وبتعتذر لها على اللي هي عملته اخر مره، وبتقول لها ان كان معاها حق في كل اللي قالته. وبعدها بتروح تقابل نوا وبتعتذر له ان هي جرحت مشاعره، وبتطلب منه انهم يرجعوا اصحاب تاني، فبيوافق. وبعد فتره بترجع تيسا للجامعه وبتقرر ان هي تركز في الدراسه وبس، وكمان بتغير اختصاصها للادب الانجليزي، وبتقدم على شغل في شركه فانس. وفي اخر يوم في الدراسه بتروح البروفيسوره تدي لتيسا الظرف من هاردن، وبتفتح تيسا الظرف بعدها وبتلاقي صورتها وجنبها رساله من هاردن، وبيكون كاتب لها في الرساله دي ان هو قرا روايات رومانسيه كتير وما كانش مؤمن بالحب اللي بيقراه لانه كان شايف ان الحب ده شيء خيالي صعب تحقيقه، لكن كل ده اتغير من ساعه ما قابلها وحبها واتاكد وقتها ان الحب موجود فعلا، وده لان هي غيرت حياته للاحسن وخرجته من الضلمه اللي هو كان عايش فيها. وبيفكرها لما سالته قبل كده مين اكتر حد بيحب
بتحبه في حياته وما جاوبش عليها، فبيقول لها ان الاجابة الحقيقية للسؤال ده هي انتي، وبيعتذر لها في اخر الرسالة وبيطلب منها تسامحه. وبعد فترة بنشوف تسا قاعدة لوحدها على البحيرة، وبيروح هاردن يقع جنبها من غير ما يتكلم، وبيخلص الجزء الاول من الفيلم. بيبدأ الفيلم بهاردن وهو قاعد على البحيرة مع تيسا، وفجأة تيسا بتختفي من جنبه، وبيتضح ان هو كان بيحلم بيها مش اكتر، لان هي مرضيتش تسامحه من وقت اللي حصل بينهم. وبيكون عدى شهر على اخر مرة شافوا فيها بعض، وبنشوف تيسا وهي في التاكسي ورايحة تستلم شغلها في شركة فانس، وبتوصل هناك متأخرة وبتطلع تجري على الاسانسير بسرعة، وبتطلب من الشاب اللي جوه الاسانسير ان هو يستناها، لكن الاسانسير بيقفل بسرعة، فتيسا بتشتم الشاب ده، وفجأة بتلاقي الاسانسير فتح تاني، تدخل وهي محرجة جدا منه، وبيقول لها ان هو اسمعها وهي بتشتمه، فبتتوتر تيسا وبتقول له ان هو سمع غلط، فبيقول لها تاني ان هو متأكد ان هي شتمته، وبيعرفها ان هو كان بيحاول يوقف الاسانسير لكنه معرفش، فبتضطر تيسا تعترف بالحقيقة، وبتتأسف له جدا على اللي هي قالته، وبتقول له ان هي متوترة لان النهاردة اول يوم لها في الشغل. وبعدها بتخرج تيسا من الاسانسير، وبتروح تستقبلها كيمبرلي مساعدة المدير كريس، وبعدها على طول بتلاقي الشاب اللي كان معاها في الاسانسير جاي وراها، وبنعرف ان ده اسمه تريفور وان هو شغال في الشركة دي. وبعدها بتروح كيمبرلي علشان تعرفها على المدير كريس، لكنها بتلاقيه متعصب وبيتخانق في التليفون، فبتغير رأيها، وبتاخد تيسا على المكتب بتاعها اللي بيكون مكركب جدا، وبتعتذر لها كيمبرلي على الفوضى دي، وبتعرفها ان كان في شباب بيتدربوا في المكتب ده قبل ما هي تيجي. وبعدها كيمبرلي بتعرفها ان وظيفتها هي انها تقرا 5 كتب كل اسبوع، وتبعت لها تلخيص للكتب دي. وبعد شوية بنشوف ان تيسا نظفت مكتبها وبتبدأ تشتغل وهي سعيدة جدا بالوظيفة. وتاني يوم بتصحى تيسا وبتكتشف ان هي راحت عليها نومة في المكتب، وكمان بتلاقي كريس قاعد قدامها، وبيعرف ان هي قرت 3 كتب ولخصتهم في اقل من 12 ساعة، فبيطلب منها ان هي تلم حاجتها علشان تيجي معاها مشوار مهم، فبتنزل تركب معاها عربيته، وبتلاقي تريفور وكيمبرلي راكبين معاهم، وبينصحها تريفور ان هي تغير هدومها وتستحمى كل يوم، لان كريس بيهتم قوي بالمظاهر الخارجية. وفي نفس الوقت ده هاردن بيكون رايح يعمل تاتو جديد، وبنعرف ان هو في الفترة الاخيرة بقى بيعمل تاتو كتير علشان يحاول ينسى الحزن اللي جواه. وفي نفس الوقت ده بتوصل تيسا الفندق، وبتكون مش فاهمة هي بتعمل ايه هنا، فبيطلب كريس من كيمبرلي ان هي تاخد تيسا وتشتري لها هدوم جديدة لان منظرها مش مناسب خالص للحفلة. وبعد شوية بنشوف تيسا وهي بتجهز في اوضتها اللي في الفندق، وكيمبرلي بتعرفها ان هي مرتبطة بكريس، ولكن مفيش حد يعرف الموضوع ده غير ناس قليلة في الشركة. وبتعرفها كمان ان كريس عنده ابن من زوجته الاولى، والولد بيحبها ومتعلق بيها كأن هي امه بالظبط. وكمان بتعرف من كيمبرلي ان هاردن هو اللي توسط لها علشان تشتغل في الشركة. وبعدها بتنزل تيسا وبتستعد لانهم هيروحوا يصاروا في مالها ليلي، ولما بيوصلوا هناك بتعرف من تريفور هما موجودين ليه هنا، فبيقول لها تريفور ان هما موجودين علشان يقنعوا رجل اعمال كبير اسمه جيانج ان هو يستثمر في شركتهم. وبعدها على طول بيجي جيانج يعزم عليهم ان هما يشربوا معاه، فتيسا وتريفور بيضطروا انهم يشربوا معاه علشان الصفقة تتم. ومش بيعدي وقت طويل وتيسا بتسكر على الاخر، وبتقول لهم ان هي هتقوم ترقص. وفي نفس الوقت بنشوف هاردن في حفلة مع اصحابه القدام، وبتروح مولي تقعد معاه وبتحاول تقرب منه، وبتطلب منه ما يزعلش منها على اللي هي عملته مع تيسا لان هي عملت كده علشان بتحبه، فبيتعصب هاردن من كلامها وبيزقها على الارض وبيسيب الحفلة وبيمشي. وفي نفس الوقت بنشوف تيسا بترقص مع شاب غريب، وبتفضل تتخيل ان هو هاردن، ولما بتستوعب اللي هي عملته وبتبعد عنه بسرعة وبتمشي. وبعدها بتروح تتصل على هاردن وهي سكرانة، وبتفضل تقوله كلام غريب، وبيعرف منها ان هي سكرانة وشربت 5 ازايز كحول، وبيكون قلقان عليها جدا، لكنه بيقدر ان هو يجيب اللوكيشن بتاعها وبيتحرك بسرعة على هناك. وفي الوقت ده بيروح تريفور يقول لتيسا ان هو صدع من الدوشة وعاوز يروح يرتاح شوية، فبيروحوا هما الاتنين يرتاحوا في اوضتها اللي في الفندق، فبيسألها تريفور هي ليه اختارت تشتغل في دار نشر، فبتقوله ان هي بتحب القراءة جدا وبتستمتع بشغلها في المجال ده. وفجأة تيسا بتوقع عليه كوباية العصير غصب عنها، فبتعتذر له وبعدها بتطلب منه يقلع هدومه علشان تغسلها. وبعدها بدقائق بيوصل هاردن للفندق وبيخبط على باب اوضتها وبيشوف نظارة تريفور، فبيروح يفتح الحمام وبيلاقي تريفور قدامه، فبيطرده هاردن بره الأوضة وبيتخانق مع تيسا لأن هي سمحت لتريفور إن هو يستغلها وهي سكرانة، فبتقول له إن هو فهم الموضوع غلط لأن مفيش حاجة حصلت بينهم أصلا، وبتطلب منه ما يتدخلش في
حياتها الشخصية لأنهم ما بقوش مرتبطين ببعض. وتاني يوم بتصحى تسا وبتلاقي هارد نايم جنبها على السرير، فطبعا بتتحرك جدا من نفسها. وبعدها كيمبرلي بتتصل عليها وبتطلب منها تجهز نفسها في خلال 5 دقايق، فبتروح تسا بسرعة تلبس هدومها وبتلاقي هاردن جاي وراها وبيطلب منها ان هي تسامحه علشان يرجعوا لبعض، فبتقوله ان هي استحالة ترجع له، وبتعرفه كمان ان هي رقصت امبارح مع شاب غريب. فبيتعصب هاردن عليها وبيحاول يضايقها وبيقول لها ان هو عمل علاقة مع مولي، فتسا بتتضايق جدا وبتشتمه وبتمشي. وبعدها بتنزل تحت وبتلاقي تريفور مستنيها وجايب لها قهوة، فبتعتذر له تسا على اللي هاردن عمله امبارح، فبيقول لها ان هو مش زعلان منها لان هو عارف شخصية هاردن، وده لان هو كان شغال معاه في الشركة وكانوا صحاب قريبين، ولكن حصل بينهم مشاكل وبعدوا عن بعض. وبعدها بينزل كريس مع كيمبرلي وبيعرفهم كريس ان هو مبسوط بيهم جدا لان جيانج مضى معاهم عقد بمبلغ كبير جدا امبارح. وبعد شوية بيرجع لندن للبيت وبيلاقي هاردن مستنيه، وبنعرف ان لندن مخصمه بسبب اللي عمله مع تيسا، فهاردن بيتعصب عليه وبيعرفه ان هو ندمان على اللي هو عمله وحاول كتير يصلح غلطته ولكن مفيش حد عاوز يغفر له. وبيعرفه ان هو كذب على تيسا علشان يغيظها وقال لها ان هو عمل علاقة مع مولي لكن الموضوع ده ما حصلش. وفي الاخر بيروح هاردن يركب عربيته وبيقول له ان هو مسافر لندن ومش راجع غير بعد سنة. وبعد شوية بيبعت لندن رسالة لتيسا وبيقول لها فيها ان هاردن سافر لندن، وبيعرفها كمان ان هو ما خانهاش مع مولي وبيقول لها ان هو بيحبها جدا. وبعدها على طول بيدخل تريفور عليها وبيقول لها ان هو اشترى لها عربية على حساب الشركة بمناسبة عيد ميلادها، فبتروح تيسا تحضنه وهي مبسوطة جدا. وبعدها بتستلم العربية وبتاخد لندن معاها في جولة بعربيتها الجديدة، وبيفضلوا يتكلموا شوية عن هاردن. وبعدها بتوصل تيسا للبيت اللي كانت عايشة فيه مع هاردن، وبتفضل تتأمل في الشقة وبتفتكر ذكرياتها القديمة معاه وبتكون منهارة تماما. وبتلاقي هاردن سايب لها هدية على السرير بمناسبة عيد ميلادها، فبتفتح الهدية وبتلاقيه جايب لها قارئ الكتب الإلكترونية لأنه عارف إن هي بتحب تقرأ، فبتنهار تيسا من العياط. وبعدها بتقوم تروق الشقة لأن هي مكركبة. وبعد كام ساعة بتلاقي هاردن داخل الشقة ومع أمه تريش، فبتروح أمه تسلم على تيسا وبتحضنها وبتقول لها إن هي سمعت كلام حلو كتير عنها، وبيكون واضح كده إن أمه ما عندهاش فكرة إنهم انفصلوا. وبعدها تريش بتكمل كلامها معاها وبتقول لها إن هي كانت متخيلة إن هاردن ارتبط ببنت جسمها كله مليان بالوشوم زيه، لكنها مرتاحة دلوقتي لأن ظنها طلع غلط. وبعد شوية أمه بتدخل جوه وبتروح تيسا تسأل هاردن هو إيه اللي رجعه، فبيعرفها إن هو غير رأيه وقرر إن هو يرجع هنا. فبتسأله هي متعصبة هو ليه ما بلغش أمه إنهم انفصلوا، فبيقول لها إن هو خاف على مشاعرها لأن هي كانت سعيدة جدا لما عرفت إن هو ارتبط، وبيطلب من تيسا إن هي تسايره وتتظاهر إنهم مرتبطين قدام أمه لحد ما تسافر، فبتضطر تيسا إن هي توافق. وبعدها أمه بترجع تاني وبتطلب من تيسا تبات معاهم النهاردة، ولكن تيسا بتقول لها إن النهاردة عيد ميلادها وإن هي وعدت أمها إن هي تقضي معاها اليوم، لكن تريش بتصمم على موقفها فبتضطر تيسا إن هي توافق. وبالليل بتضطر تيسا إن هي تنام جنب هاردن علشان أمه ما تكتشفش إنهم انفصلوا. وتاني يوم تيسا بتروح لبيت أمها وبتقابل نوا بالصدفة وبتروح تسلم عليه وبيسألها هي هتعمل إيه في حوار أبوها، فبتستغرب تيسا من سؤاله وبتقوله إن هي مش فاهمة هو يقصد إيه، فبيتوتر نوا وبيحس إن هو ما كانش المفروض يقول لها الكلام ده. فبتتصل تيسا على أمها وبتسألها إيه اللي حصل، فأمها بتعرفها إن أبوها جه البيت وكان عاوز يشوفها لكن هي طردته. فطبعا تيسا بتتعصب من تصرف أمها ده لأن هي كان نفسها تقابل أبوها جدا، فأمها بتعرفها إن هي عملت كده علشان مصلحتها وبتقولها إن أبوها بيتصرف زي هاردن وبتفضل تشتم فيهم هما الاتنين. فطبعا تيسا بتتضايق من تصرف أمها وبتنهي معاها المكالمة وبتركب عربيتها وبتمشي. وبعد شوية بتوصل عند هاردن وأول ما بتشوفه بتروح تحضنه وبتعيط. وبالليل بنشوفهم نايمين سوا وبيحلم هاردن بالحادثة اللي حصلت لوالدته وقت لما البلطجية اغتصبوها قدام عينيه وما كانش عارف يساعدها، فبيقوم من نومه مفزوع وبتصحى تيسا على صوته وبتفضل تهديه. وتاني يوم بتصحى تيسا وبتروح تقعد مع تريش وبتعرف تيسا ان هي سمعت هاردن امبارح وعرفت ان هو لسه بيحلم بنفس الكابوس، وبتقول لها ان ابنها بيحلم بالكابوس ده من وقت ما كان سنه 8 سنين، وبالرغم من ان هي اخدته الاطباء نفسيين كتير ولكن محدش قدر يساعده وعلشان كده بقى مدمن على الخمور، لكنها بتعرفها ان الكوابيس اختفت فجأة من ساعة ما ارتبط بيها. فبتتأثر تيسا من كلام امه لان هي ما كانتش تعرف اي حاجة عن الموضوع ده، وبتعرفها كمان ان هي اكتشفت انهم كانوا متخانقين وبتسألها عن سبب الخناقة اللي بينهم، فتيسا بتعرفها ان هو كذب عليها كذبة كبيرة. وبعد شوية بيصحى هاردن وبيروح يدي لتيسا هدية
هديتها التانية بمناسبة عيد ميلادها، فبتفتح تسا الهدية وبتلاقيه كاتب لها ان النهاردة هيكون يوم مثالي، وبيقول لها تطلب منه اي طلب وهو هينفذه. فبتقرر ان هي تروح معاه لساحة التزلج، وبعد شوية بيوصلوا لهناك وبيكون هارد مش عارف يتوازن خالص وبيقع على الارض اكتر من مرة. فبيعترف لها ان هو ما بيعرفش يتزلج على الجليد اساسا، فبتحاول تسا ان هي تعلمه لكنه بيفشل برضه، فبتضطر تغير الخطة وبتاخده لصالة يوجا وبيقضوا هناك وقت جميل مع بعض. وبعدها بيرجعوا للبيت وبتتصل كيمبرلي على تسا وبتطلب منها تقابلها في الشركة. وبعد شوية بيوصلوا هما الاتنين للشركة، وكيمبرلي بتطلب من هاردن وتسا يقضوا اليوم مع سميث ابن كريس، لان كريس مريض جدا وعنده عدوى خطيرة ومفيش حد يقعد مع سميث. وبتقول لهم ان هي هتخلص مشوارها وهترجع تاخده على طول. فبتروح تسا تتعرف على سميث وبتحاول تقرب منه، وبيكون واضح حاليا ان هو طفل متدلع ومفيش حاجة عجباه. وبعدها بيروح هاردن يقعد معاه وبيفضل سميث يتكلم معاه بجاحة لحد ما هاردن بيتعصب عليه وبيشتمه، وسميث بيلقط منه الشتايم وبيفضل يرددها. فبيحاول هاردن يسكته قبل ما تسا تيجي وتسمعه. وبعد شوية بترجع كيمبرلي للشركة وبتاخد سميث وبيمشوا. وبعدها بيروح هاردن يدي لتسا هدية بمناسبة الكريسماس، ولما بتفتحها بتلاقيها سلسلة ومكتوب عليها اقتباس من كتابها المفضل. فبتتأثر تسا من الهدية وبتعتذر له لأن هي ما جابتلوش حاجة، وبتسأله هو حابب هدية ايه. فبيطلب منها تسامحه وتديله فرصة تانية علشان يثبت لها ان هو بيحبها. فبتوافق تسا على طلبه وبيرجعوا لبعض تاني. وتاني يوم بيتصل سكوت على طليقته تريش وبيعزمها على حفلة في بيته، وبيطلب منها تجيب هاردن وتسا معاها، فبتوافق. وتاني يوم بيوصلهم التلاتة للحفلة، وبيتجاهل هاردن وجود ابوه وبياخد ازازة وبيخرج يشرب بره لوحده في الجنينة. وبعد شوية بيرجع للحفلة تاني وهو سكران، وبيقول لهم ان هو ناوي يسافر لندن بعد التخرج لانه مش حابب القعدة معاهم. فعيلته طبعا بيتضايقوا من كلامه وبيحاولوا يتجاهلوه. وبعدها على طول بيبدأ هاردن يتريق على ملابس ابوه، وبيقول له ان هو شخص اناني وما بيحسش لان هو عايش حياته بشكل طبيعي بعد ما دمر حياة امه. فبياخد سكوت على جنب وبيطلب منه يقول كل اللي جواه علشان يصفوا حساباتهم سوا. فبيسأله هاردن هو ليه عزمهم في بيته، فبيقول له سكوت لانهم عيلة واحدة ولازم يتجمعوا سوا. فهاردن بيتعصب عليه وبيتهم ان هو منافق لان هو اتخلى عنهم زمان بعد الحادثة اللي حصلت لامه، ورجع لهم تاني بعد ما اختنق ولحد النهاردة ما اعتذرش لامه وما عوضهاش عن اللي حصل زمان. فبيعرف سكوت ان هو بيحس بتأنيب الضمير كل يوم ومكسوف جدا من نفسه بسبب اللي عمله فيهم، وبيحاول دايما ان هو يعوضه ولكن هو مش بيديله فرصة. فساعتها هاردن مش بيقدر يمسك اعصابه وبيضربه. فبتخرج تريش من البيت وهي غضبانة، وبيروح ابنها وراها وبيعتذر لها لكنها مش بتقبل اعتذاره لان هو احرجها. فبيقول لها ان هو كان يستحق الضربة دي من زمان، وبيسألها هي ازاي قدرت تنسى كل اللي عمله فيها. فتريش بتقول له ان هي اختارت تسامحه علشان تقدر تعيش حياتها بشكل طبيعي، وبتعرفه ان الغضب اللي جواه ده هيأذي كل الناس اللي حواليه واولهم تسا. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبعد كده بيرجع هاردن مع تسا للبيت وبيفضل يكسر في كل حاجه حواليه زي المجنون. وتاني يوم بتصحى تسا علشان تروح شغلها، وبتوصل الشغل وبتقابل تريفر في الاسانسير وبيعزمها على الغدا وبيروحوا يتغدوا سوا. وبتحكي له عن المشاكل اللي بينها وبين هاردن، فبيقول لها تريفر ان علاقتهم دي سامه ومش هتنتهي بشكل سعيد، وده لان اخته كانت مدمنه على الكحول وكانت بتضر كل الناس اللي حواليها، وبينصحها تبعد عنه لان هو خايف عليها. وفي نفس الوقت ده بيتصل هاردن على ابوه بيعتذر له. وبالليل بترجع تسا للبيت وبتلاقي ان هاردن مزاجه اتحسن، وبيعرفها ان الشله القديمه هيعملوا حفله بمناسبه راس السنه لكنه مش هيروح لان مولي هتكون موجوده هناك. وبعد شويه بيتصل كريس على تسا وبيقول لها ان هو عاوزها تشتغل في فرع الشركه اللي في سياتل لان هي موظفه موهوبه. فبتتردد تسا وبتقول له ان هي هتفكر في عرضه وهترد عليه. وبعد شويه تسا وهاردن بيوصلوا للحفله، وبتشوفهم مولي وبتفضل تضايقهم بكلامها كالعاده، ولكن المره دي تسا مش بتسكت وبتقرر ان هي تلعبها لعبه صراحه وتحدي. وبتفضل تسا تسالها اسئله محرجه جدا وبتضحك عليها كل الناس اللي موجودين، ولكن مولي ما بتهتمش وبتفضل تضايقها بالكلام برضه وبتفكرها باللي هاردن عمله فيها زمان. فبتفقد تسا اعصابها وبتهجم عليها وبتضربها بشكل عنيف. فبيروح هاردن يفضل الاشتباك ده وبياخد حبيبته وبيروحوا يقعدوا في اوضه لوحدهم. وبعدها تسا بتدخل الحمام وبيلاقي هاردن رساله على موبايلها من تريفور، وبيقول لها ان هو بيتمنى ان هي تيجي معاه للفرع اللي في سياتل. فهاردن بيخرج من الاوضه وهو متضايق لان هي ما قالتلوش حاجه عن الموضوع ده خالص. فتسا بتعرفه اللي حصل وبتروح وراه وبتلاقيه واقف يتكلم مع بنت، فبتفتكر ان في بينهم حاجه. ووقتها تسا بتفقد اعصابها وبتشتمه وبتمشي. فبيروح هاردن وراها
وبيعرفها ان هي فهمت الموضوع غلط وان هي لازم تثق فيه اكتر من كده، لان هو عمره ما خانها ومش هيخونها. وبيعرفها ان هو زمان كان على علاقه بالبنت دي وخدعها زي ما عمل مع كل البنات، وكان واقف معاها علشان يعتذر لها مش اكتر. ولكن تيسا بتقوله ان هي ما بقتش عارفه تثق فيه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتصحى تيسا ومش بتلاقيه جنبها، فبتحاول تبعت له رسائل كتير علشان تعتذر له، لكن موبايله بيكون فاصل. فبتروح تيسا تركب العربيه وبتدور عليه في الشوارع، وفي نفس الوقت ده بيكون هاردم في عربيه بنت من صحابه وبتكون بتوصله للبيت. وبعد ما بيشحن موبايله وبيشوف الرسائل بتاعه تيسا فبيرن عليها، فبتنزل تيسا تجيب موبايلها من على الدواسه، وفجاه بتيجي عربيه من جنبها وبتخبطها. وبالصدفه بيكون هاردم معدي من جنبها وبيشوف الحادثه، فبينزل بسرعه علشان يلحقها، لكن للاسف ما بيلحقش لان الاسعاف بتكون وصلت، وبينقلوها على المستشفى بسرعه. وبعد شويه بيرجع البيت وبيحاول يتصل بيها كتير، وفجاه لاندون بيوصل عنده وبيتخانق معاه وبيقول له ان هي عملت الحادثه دي بسببه لان هي كانت بتدور عليه. فبيحاول هاردن ان هو يتصل بيها تاني، والمره دي تريفور بيرد وبيقول له ان هو معاها في المستشفى، وبيطلب منه يبعد عنها لان هو بيأذيها وبينهي المكالمه. وبعد مرور كام يوم بترجع تيسا للبيت تاني، وبتعرف ان هاردن سافر لندن عند والدته. وبعد فتره بنشوف تريش قاعده مع ابنها وبتطلب منه يبطل يعاقب نفسه ويصالح تيسا لان هو مش هيلاقي بنت زيها. وبعدها بنشوف كريس عامل حفله لموظفين الشركه وبيعلن قدامهم ان هو هيتجوز كيمبرلي. وبعد شويه بيروح تريفر يتكلم مع تيسا وبيقول لها بشكل غير مباشر ان هو معجب بيها، وبيسيبها بعد كده وبيمشي وهو متوتر جدا. وبعدها على طول تيسا بتشوف هاردن في الحفله فبتسيبه وبتخرج بره، فبيروح وراها لكنه مش بيلاقيها. وفجاه بتظهر من وراه وبتطلب منه يركب معاها العربيه علشان يمشوا. وبعدها بيتصالحوا وبيرجعوا لبعض تاني. وبالليل بنشوفهم ماشيين في الشارع، وفجاه بيطلع عليهم راجل متسول وبيحاول ان هو يقرب من تيسا، فبيروح هاردن يمنعه قبل ما يقرب من حبيبته، لكن الراجل ده بيقول لهم ان هو ابو تيسا. وبيخلص الجزء التاني من الفيلم. بيبدأ الجزء الثالث من الفيلم بتيسا وهي طفلة، وبنشوفها منهارة من العياط، وده بسبب ان امها بتتخانق مع ابوها ريتشارد لانه بيشرب طول الوقت وتصرفاته بقت غريبة جدا. وعلشان كده بتقرر امها ان هي تطرده برا البيت وبتطلب منه ما يرجعش البيت تاني. فبتطلع تيسا تجري على ابوها وبتطلب منه ما يسيبهاش، لكنه في الاخر بيضطر يسيبها ويمشي. وبنرجع تاني للحاضر وبنعرف ان تيسا اخدت ابوها معاها للبيت، وبيكون واضح ان هاردن متضايق من وجوده وبيفضل يتكلم معاه بشكل وقح. فتيسا بتاخد هاردن وبتتكلم معاه على انفراد وبتطلب منه يعامل ابوها بطريقه كويسه. فهاردن بيقول لها ان هو مش مرتاح للراجل ده لان هو شكله حرامي ونصاب وممكن يسرقهم وهم نايمين، وبيقول لها ان ابوها ممكن يجرحها ويتخلى عنها تاني ومن الافضل ان هو يمشي من البيت النهارده. فبتتضايق تيسا من كلامه وبتسيبه وبتخرج بره الاوضه. وبعدها بشويه بيروح هاردن يقعد مع ريتشارد وبيساله هو عاوز كام ويمشي من البيت. فريتشارد بيعرفه ان هو مش جاي علشان الفلوس، لكن كل الحكايه ان بنته وحشته ورجع علشان يعوضها عن كل السنين اللي فاتت، وبيطلب منه يديله فرصه علشان يثبت له حسن نيته. وتاني يوم بنشوف تيسا قاعده في الجامعه مع لندن وبتعرفه ان هي اخذت قرارها خلاص وقررت تسافر لسياتل. فلندن بيقول لها ان هو مبسوط جدا بالخطوه دي لكنه هيفتقدها جدا، فبتقول له ان هي كمان هتفتقده وبتطلب منه يبقى يجي يزورها باستمرار. وبيجي هاردن وبيقطع كلامهم وبيكون متعصب جدا لان تيسا هتسيبه وتسافر من غير حتى ما تاخد رايه. فتيسا بتعرفه ان هو ما ادالهاش فرصه علشان تقول له، وبتقول له كمان ان دي فرصه كويسه جدا بالنسبه ليها لان ده حلم حياتها من زمان ان هي تعيش وتشتغل في سياتل، وبتطلب منه يجي معاها لكنه بيرفض. وبيقول لها ان هو مقرر يسافر للندن بعد التخرج وكان نفسه ان هي تسافر معاه. وبعد شويه بيرجع هاردن للبيت وبيلاقي ريتشارد قاعد بياكل لوحده، فبيتجاهله وبيدخل يكلم امه تريش وبتقول له ان هي سمعت ان تيسا هتنقل شغلها لسياتل. فبيستغرب هاردن وبيسالها هي عرفت منين، فبتقول له ان كريس كلمها وبلغها بالمعلومات دي. فبيستغرب اكتر لانه ما كانش يعرف ان امه تعرف كريس اصلا، وبينهي معاها المكالمه وبيخرج بره. وبيلاقي ريتشارد بيلبس وخارج، فهاردن بيعرض عليه يوصله في طريقه، وبالفعل بيروحوا يركبوا العربيه سوا. وبيوصله هاردن قدام حانه وبيعرض عليه ريتشارد ان هو ينزل يشرب معاه مشروب، فبيوافق هاردن. وبعدها بيفضلوا يتكلموا سوا عن تيسا، وبيوري له هاردن صوره ليها وبيقول له ان شكلها جميل
جميل جدا في الصورة دي. فبيجي راجل سكران من وراهم وبيعاكس تسا، فبيقوم هما الاتنين يتخانقوا معاه وبيضربوه. وبعد كام دقيقة صاحب الحانة بيتصل على تسا وبيطلب منها تيجي معاه لان والدها عمل مشكلة. وبعد شوية بتوصل للحانة وبتلاقي والدها وحبيبها سكرانين على الاخر، وبتكون متعصبة جدا من تصرفاتهم. فريتشارد بيشرح لها الموقف وبيعرفها ان هاردن شاب طيب جدا وبيحبها. وبعد شوية بيوصلهم التلاتة للبيت، وبيحكي لها هاردن عن سبب الخناقة، وبيطلب منها متزعلش منه لانه مش قاصد يحطها في موقف محرج. وتاني يوم بنشوف ريتشارد واقف بيتكلم مع تيسا وبيقول لها ان هو هيخلص فطار ويمشي من البيت لان في واحد صاحبه مستنيه تحت. فتيسا بتتأثر جدا لان هي مش عاوزاه يمشي، وبتكتب له رقمها على ورقة وبتطلب منه ان هو يتواصل معها لو احتاج اي حاجة. وبعد شوية فعلا صاحبه ده بيوصل وبياخده وبيمشي. وبعدها هاردن بيفتح تيسا تاني في حوار شغلها، فبتقوله ان حلمها من زمان ان هي تروح تعيش في سياتل، وبتطلب منه تاني يروح يعيش معاها وما يسيبهاش لوحدها. فبيقول لها ان هو مش عاوز يروح سياتل لانه ما يعرفش حد هناك ومش هيكون مرتاح في المكان ده لان هو ما عندوش وظيفة او صحاب. فبتقول له تيسا على الاقل هيكونوا سوا. فبيقول لها هاردن ان وجودها معاه مش سبب كافي علشان يسافر لسياتل. وطبعا تيسا بتنصدم من رده وبتسيبه وبتدخل جوه. وبعد شوية بنشوف تيسا وهي بتلم حاجتها علشان تمشي. وتاني يوم بتروح تيسا للشغل وبتقابل كيمبرلي وبتسألها هي هتسكن فين في سياتل. فتيسا بتعرفها ان هي لسه محتارة لان هي ما لقتش شقة مناسبة لحد دلوقتي. فكيمبرلي بتقترح عليها ان هي تروح تعيش معاها هي وكريس لان بيتهم كبير جدا. وكمان بتقول لها ان هي ممكن تجيب هاردن يعيش معاها لو هي عايزة، لان كريس حابب ان هو يقرب اكتر من هاردن لان هو معجب بشخصيته. فتيسا بتقول لها ان في مشاكل كتيرة حصلت بينهم في الفترة الاخيرة، وده لان هو رافض اساسا فكرة سفرها. فبتستغرب كيمبرلي من كلامها وبتقول لها ان كريس اتضايق جدا لما هاردن رفض ان هو يشتغل معاه. فبتنصدم هنا تيسا من كلامها لان هي ما كانش عندها فكرة ان كريس عرض عليه شغل. وبعد شوية بتروح تيسا تقابل هاردن وهي متعصبة، فبيعتذر لها على الكلام اللي قاله اخر مرة وبيقول لها ان هو ما كانش يقصد. فتيسا بتقول له ان هي ما بقتش عارفة تصدقه لان كل مرة بيجرحها بالكلام وبعد كده بيعتذر ويقول ان هو ما كانش يقصد. فهاردن بيقول لها ان هي بتنرفزه لان هي بتاخد قرارات من غير علمه. فبتهدى تيسا وبتوعده ان هي هتستشيره في كل قراراتها بعد كده. وبتقول له ان كيمبرلي عرضت عليها ان هي تعيش في بيتها، فبيقول لها ان ده عرض جميل وما يترفضش. فبعدها بتساله هو ليه ما قالهاش ان كريس عرض عليه وظيفه في سياتل، فبيقول لها ان هو ما كانش حابب الوظيفه اصلا، ده غير ان هو لسه ما كانش يعرف ان هي هتسافر لسياتل وما كانش عاوز يسافر ويبعد عنها. فتيسا بتقول له انهم لازم يبطلوا يخبوا الاسرار عن بعض علشان علاقتهم تنجح. فهاردن بيوعدها ان هو مش هيخبي عنها حاجه بعد كده، وبيصالحها في الاخر وبيقول لها ان عمره ما هيزعلها تاني. وبعد كام يوم بنشوف تيسا وهاردن مسافرين وبيكونوا رايحين يتفسحوا مع لندن وسكوت ومراته كارين، وبيركبوا اليخت. ولندن بيعرف تيسا ان هو قريب جدا هيسافر لنيويورك علشان يكمل دراسته هناك. وطبعا تيسا بتفرح له وبتعرفه ان هاردن عرض عليها ان هي تسافر معاه لندن بعد التخرج، لكنها لسه محتاره وفي نفس الوقت مش عاوزه تزعله، فبتفكر ان هي تسافر معاه فعلا. فلندن بيعترض على قرارها ده لان هو عارف ان حلمها ان هي تعيش في سياتل، وبيطلب منها ما تتاثرش بكلام هاردن وتفكر بعقلانيه علشان ما تندمش بعد كده ان هي ضيعت مستقبلها علشانه. وبعد شويه بيروحوا كلهم يتغدوا سوا في مطعم، وبيقابل هاردن واحده صاحبته اسمها ليلى، فبيروح يسلم عليها. وطبعا تيسا بتكون غيرانه جدا فبتسيبه وبتروح تقعد على الترابيزه، ولكن بتفضل مراقباه من بعيد. وبعدها بيجي النادي روبرت علشان ياخد طلبها، فبتفضل تيسا تتكلم معاه علشان تغيظ حبيبها. فبيرجع لها هاردن وبيكون واضح عليه جدا ان هو غيران، وبيفضل يتعامل مع روبرت بوقاحه. وبالليل بنشوف تيسا وهاردن قاعدين سوا في حمام السباحه، وبيسالها هاردن لو هي كان عندها مشاعر تجاه تريفور ولا لا، فبتقول له ان هي كانت معجبه بيه في الفتره اللي هم انفصلوا فيها عن بعض. وساعتها هاردن بيتضايق وبيسيبها وبيقوم قبل ما تكمل كلامها. فبترجع تيسا لاوضتها وبتبعت رساله لندن وبتطلب منه ان هو يقابلها في البار علشان يشربوا كاسين سوا. وبالصدفه بتقابل روبرت وهي في الطريق وبيقف يسلم عليها، وبيلبسها الجاكيت بتاعه علشان ما تسقعش، وبيعرض عليها تشرب معاه كاس، فبتوافق وبتروح معاه. وبتعرف منه ان هو بيدرس في كليه الطب لكنه بيشتغل نادل علشان يقدر يوفر مصاريف دراسته. وبيشاور لها على بنت اسمها نورا وبيقول لها ان هي زميلته في الجامعه. وبعدها بيوصل لندن للمكان وبيروح يسلم عليها. وبعدها على طول بيوصل هاردن مع ليلى وبيحاول ان هو يستفز روبرت وبيهينه قدامهم. فبتحاول ليلى ان هي تغير الموضوع وبتبارك لتيسا على شغلها الجديد في سياتل، وبتقول لها ان سياتل مدينه جميله جدا
جدا لان هي عاشت فيها فترة طويلة مع حبيبها، فبترتاح تسا لما بتعرف ان هي طلعت مرتبطة. وبعدها روبرت بيستأذن علشان يمشي، فبتروح تسا توصله وبتعتذر له على تصرفات هاردن، فبيعرفها ان هو مش زعلان منها وبيكتب لها رقمه على ورقة علشان يتواصلوا مع بعض في المستقبل. وتاني يوم بتقعد تسا تدردش مع لاندون وبتقول له ان هي لاحظت ان هو معجب بنورا، فبيتحرج لاندون وبيقول لها ان هو مفيش حاجة بينهم وانهم مجرد صحاب وبس. وبعدها بتدخل تسا تطمن على هاردن وبتلاحظ ان شكله متعصب وبيلم حاجتهم علشان يمشي، فبتسأله هو ليه بيتعامل معها كده، فبيوريها الورقة اللي مكتوب فيها رقم روبرت. وطبعا تسا بتتوتر وبتقول له ان هو اللي كتب لها رقمه من غير ما تطلب منه، ده غير انهم مجرد اصحاب مش اكتر، وبتطلب منه يثق فيها اكتر من كده. فبيعرفها ان هو بيثق فيها لكنه ما بيثقش في الرجالة اللي حواليها، فبتتهمه تسا ان هو اناني لان هو عاوز يتحكم في كل قراراتها ومش بيديها فرصة الاختيار. فبيتعصب هاردن من كلامها وبيطلب منها ما تنساش ان هو اللي توسط لها وجاب لها الشغلانة دي. وطبعا تسا بتنصدم من كلامه وبتقول له ان هي برضه مش هتتخلى عن شغلها مهما قال لان هي موهوبة وناجحة، وده غير ان كريس ما كانش هينقلها لسياتل غير لو هو متأكد ان هي فعلا تستحق المنصب ده. وبعدها بيروح هاردن يركب العربية علشان يمشي، وبيروح والد هاردن يعرف تسا ان ابنه بيحبها جدا وخايف ان هو يخسرها، وعلشان كده بيتصرف معاها بالشكل ده. فبعدها بتروح تسا تركب مع العربية وبيرجعوا لبيتهم. وبعد شوية بنشوف تسا بتحضر شنطتها وبتستعد للسفر، وفي نفس الوقت بنشوف كريس قاعد مع هاردن وبيعرفه ان تسا موظفة موهوبة جدا والمفروض ان هو يشجعها ان هي تتقدم في حياتها بدل ما يتخانق معاها كل شوية. وبيعرفه كمان ان هي اخدت المنصب ده بمجهودها مش بالواسطة. فهاردن بيقول له ان هو عارف كل الكلام ده لكنه ما كانش عاوزها تبعد عنه. وبعد شوية بيرجع هاردن للبيت علشان يصالحها، لكنه بيلاقيها سافرت بالفعل وبيشوف المذكرات بتاعتها وبيفتحها، وبيكون مكتوب فيها ان هي ما حستش بمعنى الالم غير لما ارتبطت بهاردن، وبالرغم من ان هي بتحبه جدا لكنه اكتر شخص بيأذيها، ولكن بمجرد ما بيحضنها او يصالحها بتنسى الالم وكأنه ما كانش موجود. فطبعا هاردن بيزعل جدا من نفسه لانه ما كانش عارف ان هو تسبب لها في كل الاذى النفسي ده، وبيكون مش عارف يعوضها ازاي. وفي نفس الوقت بتوصل تسا لبيت كريس وكيمبرلي وبيروحوا الاتنين يستقبلوها، وبتلاحظ كيمبرلي ان تسا شكلها معيطة، فبتاخدها في حضنها وبتوسيها من غير ما تسألها عن السبب لان هي بالفعل عارفاه. وتاني يوم بتصحى تسا وبتفضل تبص في الموبايل كل شوية على امل ان هاردن يكلمها، لكنه ما بيعملش كده، فبتقرر ان هي اللي تتصل بيه، ولكنها بتسمع صوت بنت جنبه فبتقفل السكة بسرعة. فهاردن بيتصل بيها تاني وبيعرفها ان ده صوت مدربة الجيم، وبيكون لاندون معاه في الجيم وبيطلب منه يتكلم بصوت عالي علشان يثبت لتسا ان هو مش بيخونها. فبتضحك تسا وبتعرفه ان هي مبسوطة ان هي سمعت صوته، فبيعتذر لها هاردن على كل اللي عمله معاها وبيطلب منها تركز في شغلها ومستقبلها وما تفكرش في اي حاجة تانية لان اهم حاجة عنده سعادتها. وبعد شوية بتوصل تسا لشغلها وبتاخد سيلفي في المكتب الجديد علشان توريه لهاردن. وبعد الشغل بتروح تسا تقعد مع كيمبرلي وكريس، وبتعرف ان كيمبرلي حامل، فبتبارك لهم تسا وبتعرفهم ان ده خبر عظيم جدا. وبعدها كريس بيشكر تسا لان هي غيرت شخصية هاردن للاحسن لان بسببها مستوى الدراسة اتحسن كتير وبقى بيجيب معدلات اعلى من الاول. وفي نفس الليلة بالليل بيحلم هاردن ان تسا بتخونه مع روبرت، فبيقوم مفزوع من نومه. وتاني يوم بيروح هاردن علشان يزور تسا، فبتتفاجئ بيه وبتجري عليه وبتحضنه وبيقول لها ان هو جاي يقعد معاها يومين لان هي وحشته. وبعد شوية هاردن بيعرفها ان هو قرا مذكراتها وبيعتذر لها عن الالم اللي هو سببه ليها، وبيعرفها ان هي كاتبة موهوبة جدا وممكن تستغل موهبتها دي وتكتب روايات. وبالليل بتصحى تسا من النوم ومش بتلاقي هاردن جنبها، فبتروح تدور عليه لحد ما بتلاقيه بيتمرن في صالة الملاكمة وشكله بيكون متضايق من حاجة، فبتسأله عن سبب غضبه، فبيعترف لها بموضوع الاحلام الغريبة اللي بيشوفها وبيكون خايف ان هي تتخلى عنه في يوم وترتبط بشخص تاني. فتسا بتطلب منه ما يفكرش بالطريقة دي لان هي بتحبه جدا واستحالة تكون مع شخص تاني غيره. وتاني يوم بيصحوا وبيروحوا يفطروا مع كريس وكيمبرلي. وبعدها بيروح هاردن يكلم ام تريش في التليفون، وبتعرف تسا من كيمبرلي ان تريش هتتجوز من شخص اسمه ماك، فبتستغرب تسا لان حبيبها ما قالهاش حاجة عن الموضوع ده. وبعدها بتروح تسا تقضي معاه باقي اليوم برا البيت وبيكونوا مستمتعين جدا مع بعض. وتاني يوم بنشوف هاردن بيلم حاجته وبيستعد علشان يسافر، فبتسأله تسا هو ليه ما قالهاش ان امه هتتجوز، فبيقول لها ان هو مش ناوي يحضر اصلا الفرح علشان كده مرضيش يقول لها، فبتطلب منه يعيد التفكير في الموضوع علشان امه ما تزعلش.
تزعلش منه، وبتقوله ان كريس هيعمل حفلة يوم الاربع وبتطلب منه يجي الحفلة علشان تشوفه. وبعدها بيوصل هارد اللي بيته وبيكتشف ان في حد في الشقة، فبيمسك العصاية وبيروح يفتش في كل مكان لحد ما بيلاقي ريتشارد واقع على الارض في الحمام وشكله مضروب. فبيتأسف له ريتشارد على الفوضى وبيعرفه ان هو هربان من محصلين الديون لان هو مديون ب $500. فبيروح هارد يديله ساعته علشان يبيعها، وبيقول له ان الساعة دي اغلى من $500 ويقدر يحتفظ بالباقي لنفسه. وفي الوقت ده بتكون تسا بتكشف عند الدكتور علشان بتكون شاكة ان هي حامل، لكن الدكتور بيقول لها ان هي مش حامل لان هي عندها اساسا مشكلة في عنق الرحم وفرصة حملها تكاد تكون معدومة. وطبعا تسا بتزعل جدا من الخبر ده. وبيجي يوم الحفلة وبيوصل هارد اللي هناك وبيروح يسلم على تسا، وبيفاجئها هارد ان هو هينقل لسياتل علشان يعيش معاها على طول. فطبعا تسا بتكون سعيدة جدا. وتاني يوم بنشوف هاردن وكريس بيتدربوا سوا، وبيقدر كريس يقنعه ان هو يحضر فرح امه في لندن علشان ما تزعلش منه. وبالفعل تاني يوم هاردن وتسا بيوصلوا لندن، وتريش بتكون سعيدة جدا بوجودهم. وبعد شوية بيروح هاردن يتصل على ريتشارد وبيطمن عليه، وبتفهم تسا من كلامه ان هو سمح لابوها يعيش معهم في شقتهم. فبتشكره تسا ان هو دايما بيدعمها ووافق يقف جنبها هي وابوها. وبعدها بتروح تسا مع تريش علشان يشتروا فستان الفرح. وبالليل تسا بترجع البيت وبيسألها هاردن عن شكل الفستان، فبتقول له تسا ان هي هتسيبها له مفاجأة، وبتعرفه ان امه شكلها سعيد جدا. وبعد شوية بيصحى هاردن من النوم وبينزل يشرب، وبينصدم لما بيشوف امه وكريس مع بعض سوا في المطبخ. وطبعا هاردن بيفقد اعصابه وبيفضل يشتم فيهم هما الاتنين، وبيسأل امه هي ازاي قدرت تعمل كده وفرحها بكرة. وفي الوقت ده بتنزل تسا على صوت الخناقة وبتكون مش فاهمة حاجة. وفي نفس اللحظة بيتهجم هاردن على كريس وبيضربه في وشه. فبسرعة تسا بتاخد هاردن وبيطلعوا للأوضة. وتاني يوم بيحضروا فرح تريش وبيكون واضح ان محدش فيهم مبسوط. وبعد ما الفرح بيخلص بيروح كريس يعرف هاردن ان في موضوع مهم محتاج يتكلم معاه فيه، وبيطلب منه يقابله في الحانة اللي في اخر الشارع. وبعدها بتروح تسا تعرف هاردن ان هي هتقعد شوية مع كيمبرلي لان شكلها عرفت الموضوع. وبالفعل بتروح تقعد معاها، وبتكون كيمبرلي مصدومة من اللي حصل لكنها كانت عارفة ان في علاقة بين كريس وتريش في الماضي. وعلى الناحية التانية بيوصل هاردن عند كريس، ووقتها كريس بيعترف له ان هو ابوه الحقيقي. فبينصدم هنا هاردن صدمة عمره، وبيخرج بسرعة من الحانة وبيقابل تسا في الشارع، واللي بتكون عرفت كل حاجة هي كمان من كيمبرلي. فبتروح بسرعة تحضنه وبتهديه. وبيخلص الجزء الثالث من الفيلم. ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلمتشينو على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو على الاكاونت الجديد على الفيسبوك، وهسيب لك الرابط في اول تعليق. ويلا سلام.